تبرا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وام دعاش خدي تعالى كين مروفت خراب نف بسلمانة هم يادا الفيري وهم مملكة بسلمانة خدي تعالى وان إصلاح كتن خدي تعالى وان شيكتن خدي تعالى توبي بدتا وان خدي تعالى أزماني وان دون تسريك خدي تعالى حقدا وان راكتن خدي تعالى بغدا وان راكتن در حقا خدي تعالى دا در حقا پیغمبر خدي تعالى دا در حقا دين خدي تعالى دا رب العالمين ما عزيز كتم بإسلامه ما بسر بيختم بإسلامه ما رحت يبدأ تما بإسلامه سعادات يبدأ تما بإسلامه ما ناجح كتم بإسلامه يا ربي يا ربي تول مبكي تول مبكي يا ربي تول مبكي وقت ام داخاز اشتبكين ام هجيبين كنت جواب داخازت مبدأ يلا تدعاء ما قبل كي تو رجاء ما قبل كي تو تضرع ما قبل كي يا ربي أم عبد التينا يا ربي تبارنك خير ابدا في أمتي اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ربي تبارنا خير ابدا يا ربي سر خاطرة نبشكرا سر خاطرة بچيكة شردار سر خاطرة وان حيوانا عبك الجن ابذي جرواني ابذي دنياي ابواستي ذي باراني يا ربي تبارانا خير ابدا يما يا ربي تما به ذنكي يا ربي تبارانا خير ابدا يما يا ربي تما به ذنكي يا ربي تما بجرشوان عبك التاقوتي سر زماني پیغمبر خو محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين أدبيشتن الشرم كم أجر عبد من يبصلمان يراس ودرس دستت خبلن كتن ودا خازش مبكتن الشرم كم دستت بزبر مبت خالي وشتيدانا يا ربي تدستت ما بركش خيري يا ربي ترجع ما قبل كي يا ربي تبصلمان عزيز كي يا ربي تخيري بلاذكي خير بدرج ينف بسلمانا أبنا عبدت يا ربي تطبي آقهي أبنا حجي كريتا أبي وكو قصتم زيفتاتكن أبي بجن لا إله إلا الله أبي بجن محمد رسول الله أبي بجن سبحان ربي الأعلى وبحمدي أبي بجن سبحان ربي العظيم وبحمدي ترحمي بوان بي أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين بسلمانة عزيز گله کافرت افرو کده ات وحی ویده ات وان روژت مباره ده که روژا دهی پیشم گی روژا بونه پیغمبر حبیب بو محمدی صلی الله علیه و سلم بونه خیر بو یا عدالت بو یا سعادت بو یا عظمت بو یا قدر بو و یا قیمت بو یا رونهی بو يا برفره يبو يا إنسانيت يبو يا بشريت يبو يا إنصاف يبو يا كرم يبو يا خير يبو يا رب توان خير بدارش يا سلم هم يا أرحم الراحمين هربي مناسبة أت خطبة شويدا بسلمانة عزيز أبيشك أم أخفتين سر حشيكنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم قالي بسلمانة حجيكنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم حجيكنا خديه تعالى يا حجيكنا خديه تعالى اطاع خديه تعالى يا اطاع خديه تعالى جه رازبينا خديه تعالى يا جه عفو خديه تعالى يا جه ويا خديه تعالى خوشيه بدت ما الدنيا ايدا جه ويا خديه تعالى ما بدت دي سجارك دي جه خوشيك وبحشت خديه تعالى يا حجيكنا پیغمبري عقيده ما يا ايمان ما يا بيرو باوريت منا اساس الدين ما حجيكنا پیغمبر يا صلى الله عليه وسلم ام دعاش خدي تعالى كين خدي تعالى حبه ويزيدك بما اني ما نزيكي ويبكتم بعمل ما بطاعت ما بعبادت ما امين يا رب العالمين ادخل بات شويدا فقرائك بسلمانة عزيز ما بحثي حاجيكنا پیغمبرك صلى الله عليه وسلم آية مكانتا وي ودرجا وي وقدر وي انك خدي تعالى چنده انك نك خوشتويت خدي تعالى چندك و پیغمبرت خدي تعالى نا حتى پیغمبرت بري انك اولياءت خدي تعالى و حاجيكرت خدي تعالى چنده درجا وي آية بوما چنده و قيمتا وي چنده بوما ام گشت نفقره کادی تر بسلمانت عزیز ما گوتی دابر خوب دینا بسلمانا بسلمان اجدادت ما عبد بسلمان کو ام بجنه السلف الصالح یعنی کو صحابینا و تابعینا و تابع التابعین صحابیت پیغمبری صلی الله علیه وسلم
اول قال پیغمبر جي حواله پیغمبري راضي بنا خدای تعالی لوان بد صلابت خدای تعالی پیغمبري بد او يت پشتوان او دي فون راحتي کو ان بشنه تابعي يت قرنسيه يت دي فون راحتي کو بشنه تابع التابعين اري او چوابون در حق پیغمبري دا صلى الله عليه وسلم حشكل نوان تطبيق وان تطبيق وان تمثيل وان بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم ات نفس وان دا ات مال وان دا عيال در حق عيال وان دا در حق مروفت وان دا در حق عشيرت وان دا در حق قوم وان دا در حق من امت وان دا اري او چوابون او ان چوانی ندا مقارنه اگه بکن داب دی نبریک داب زوری نبه داب زوری نبه بریکا راست دا خودی تعالی خیر ابدتمه داب زوری نبه او توبه بکن او دا امجی سروی مسئله که بچین سوی ریکا پیروز ریکا اسلام ریکا روناهیه دا خودی تعالی خزینت ارد و اسمان دا بمفکتن هر وکی وعده خودی تعالی اوی طاع خودی تعالی بکت اوی گوه خودت خودی تعالی اوی دیف منهج پیغمبری بچه صلی الله علیه و سلم رب العالمین برید خزینت ارد و اسمان دیده تا دی امتی او دی بر وکتن بلی پا هکر پشتا خوب دنه فی دینهی عذاب خدا تعالى نياسفك عذاب خدا تعالى يا جرانا خدا تعالى اش ما دير بيخك ان شاء الله تعالى السلام ما قلت دون نموذج يعني نموذجك احتمال هاد بتاخري اد خطبات شويدا دون نموذج مدفع دو مثال ام بين آية بسلمان الدرهقة پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم جوابون بسلمان اتبره اجداد في امتي ابت مبارك رعيل الاول حملة رسالة الاسلام ابت وكو رحاخو في ذاكري بو في ديني او عبدين بسر خستي او عبسر كفتي او عالم هني كفتت رونا هي دا نموذا جاي ما قوت خطبات شوي دا ابكرتي حتى جاركا دي بيو ربي ربط بتا اما بيهاقي رواد كات خده تعالى جرازي بت اتبشتن وقت قريشيا قريشيا وقت زيد بن الدثنة اجرتي طبعا خطبات شوي دا هاتا خاري افا وقت اجرتي يوم الرجيع حادثة مؤسفة اتعبروك بسلمان هذا خيانتا مروفت خائن چنكي بسلمان امنانا او خلق يبحلو حوالي قلب سلمانا وقت ده قراء فريكري حافظت قرآن بيروز ده قرآن نشوام دن او عشرة السروان هالبوي او يعني هاشتشوان كشتن دو برنا مدينة خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة او برنا ميري او الويري عيدام كرم فروتنا قريشيا على اية حال مقصد ما جابه زيد بن الدثنة أبو سفياني بن حرب فيا زيد بن الدثنة امتحان بكتن آية قدر پیغمبر الدف زيدي چنده دابو مديارة بتقالي بسلمانا آية قدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دف ما چنده آية قدر مالا پیغمبر صلابت خده لبن ارل دف مالت ما چنده اري قدر كچت پیغمبري صلابت خده لبن اري قدر وان دف كچت ما چنده جنكت پیغمبري راضي بنا خده تعالى لبن دايكت بسلمانا ارل دف جنكت ما اچوايا اري ما چوا چافلوان كريا سروبر خدا جلك خدا تفكير خدا عبادت خدا تقوى خدا كاچند مالت ما هنه بيت النبوة مالا پیغمبري صلى الله عليه وسلم حجيكنا پیغمبري او اخلاق پیغمبری او یه مالا پیغمبری آیا چند مالت مدهنه گلی بسلمانه ام چند تمثیل آفانت که این راست ام خلف این بوان سلفا ام خلف الصالح بو سلف الصالح راست ام دفان راحتی ام جد باشین ام جد قنجین بو مجی ام شین بشین ام جعفینه هی ها اجداد ما افبون او ام جعفینه بری خوب دنمه اره ام جد شین بی بشین ما افقود جرعته هیا ان مالت من لوازن ان دلت مت خالینا ان فکر ما یا خالیا ان دنیای تحصیل مکریا ان مناهج دنیای تحصیل مکریا ان افکار تدامه عبد کو خراب کن افکارت عبد مخرب افکارت مخربه افکارت ارهابیا عبد وکو ارهابا فکره با عالمی چید کن ارهابا بیرو باوریه با چید کن ارهابا اخلاقا با چید کن عبد وکو عقید عالم خراب کن عبد هدام عبد مخرب آیا امچنش وان اخلاقا دیرین
وكان في راس ابنك مانا دبزبرين ابو سفياني والقى زيد بن دثينه يا زيد.